السنة أن يقال بين الركن اليماني والحجر الأسود قول الله سبحانه وتعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما الزيادة على هذا فهذا زيادة على ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يبتدع بعض الناس ويزيد، الله المستعان. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، هذه من البدع المحدثة.